احتفلت مدينة كومرتاو الروسية ببناء أكبر مجسم في العالم لطائرة هليكوبتر مصنوعة من نقانق لحوم الخيل، ويأتي الاحتفال ضمن فعاليات العيد القومي للمدينة الذي تم الاحتفال به الأسبوع الجاري. ونقل مجسم الهليكوبتر المصنوع من نقانق لحوم الخيل وبعض الأطعمة المغلفة الأخرى على سيارة نقل إلى الميدان الرئيسي بالمدينة، حيث احتشد المواطنون لمشاهدتها. ليليا أمينيفا صاحبة شركة لتصنيع لحوم الخيل: هذه الهليكوبتر مصنوع من لحوم الخيل المغلفة، تنتج شركتنا لحوم الخيل المغلفة، وصنعت هذه الهليكوبتر خصيصا بمنتجاتنا من اللحوم العضوية التي تربى في منطقتنا. وقام خبراء من بينهم طه محنكون من داخل روسيا وخارجها بقياس أبعاد الطائرة التي بلغت 3.5 متر طولا و 1.8 متر ارتفاعا، وبلغ وزنها 120 كيلو جراما، وجرى تسجيلها في سجل الأرقام القياسية المحلية. ولم يتمكن المواطنون من تذوق النقانق، حيث قالت السلطات المحلية إن تقديم الطعام للعامة في الشارع خلال الصيف أمر ضار بالصحة. وتدور الحياة في مدينة كومرتاو حول مركزها الصناعي الرئيسي، وهو مصنع لصناعة طائرات الهليكوبتر، وتعتبر أطعمة لحوم الخيل المعلبة الطبقة التقليدية في هذه المدينة. محمد الجبالي، رويترز.